بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كنشكر وسائل الاعلام اللي اليوم حضرات في هذا العرس النضالي اللي هو ديال وقفه احتجاجيه امام المديريه الاقليميه بمراكش لاجل النظام الاساسي لوزاره التربيه الوطنيه. اليوم كنتكلم على واحد الفئه اللي هي فئه مقهوره، اللي هي فئه المساعدين التقنيين والمساعدين الاداريين لوزاره التربيه الوطنيه بمراكش. اليوم حنا كنا عده نضالات وعده وقفات احتجاجيه وعده اعتصامات ربما من قبل 2016، وحنا كنناضلوا على الادماج الفوري لوزاره التربيه الوطنيه. واليوم وزاره التربيه الوطنيه ناضت هذه الفئه، قالت لهم وليتوا كمساعدين تربويين. مساعدين تربويين باش الا يعقل ادماج ودمجوا بواحد الاجر اللي هو هزيل جدا. لا يعقل انه 2000 درهم سنويا. واش هاد الفئه هكا بغينا نعوضوا ليها؟ كتعرفوا فئه المساعدين التقنيين والمساعدين الاداريين هما العمود الفقري للمؤسسات التربويه. اليوم احنا علاش يلبلينا طلبات ديال هذه الفئه؟ هذا هو الادماج في النظام الاساسي ولكن باطار رجعي من 2016، لانه اللي كنطالبوا بها اليوم كيكون واحد الترقيه اللي هي هزيله، الرتبه اللي ربما من رتبه كتلقى فيها واحد 40 درهم 30 درهم، والله الا عيب وعار، لان هذه الفئه هي اللي خصنا نحفزوها وهي اللي خصنا نكبروا بها وهي اللي كتناضل ليلا نهارا كل وقيتة، ما عندهاش العطله ما عندهاش اي حاجه. ولا يعقل بان عليك بالله وزير التربيه الوطنيه لانه قريت في المؤسسه التعليميه، وشكون اللي كنت كتلقى فم الباب الا المساعد التقني والمساعده التقنيه؟ وكنحييهم لهذا المنبر لان مناضلين مناضلات شرفاء وشريفات، وها هو اليوم كل شيء كيشهد ها انت الحضور ديالهم قوي تبارك الله اللي كيبان. فلهذا اعطيهم واحد شويه، دير لهم بحال الاطر الاخرى، حفزهم اعطيهم واحد البركه باش يعيشوا. لا يخفى عليكم بان المعيشه غاليه في هذا الوقيته، وحنا نجيو ونردموا هاد الناس حشومه وعار، لانه كنطالبوا بحركه انتقاليه محليه ماشي وطنيه، حركه وطنيه اللي فيها المشاكل والتي يقول لك تعمر المطبوع انت بيديك. واش حنا ماشي هاد الفئه ماشي من وزاره التربيه الوطنيه؟ حنا اعطينا كل الاطر كل الاساتذه كل المديرين كل جميع الاطر المشتركه، اعطينا نعمروا تحنا في السيد وتحنا نعمروا الاماكن الشاغره ونمشيو بالنقاط ونمشيو كذا. لا يعقل ملي كتعمر الحركه محليه تيقول لك ما كاينش السكن، وعيب وعار عيب. ولا المساعد التقني تيخدم 40 سنه وفي الاخر تيقولوا له خرج في حال وسلم سته، يعني عيب وعار. علاش ما نحفزوهم ونعطيهم ونكبروا بهم ونعطيهم واحد شويه يقول لهم بقاو ساكن ما نخرجوش؟ وحشومه وعار. ويعني حتى الاداريين، لانه كنهضر على المساعدين التقني والمساعدين الاداريين، والاداري حتى هو كيقوم مهام ديال شتي مساعد اداري كيقوم مهام ديال رئيس المصلحه المديريه الاقليميه كتشهد والله العظيم الا في الشغل الاداريه مساعدين التقني والاداريين، لانه كيقوموا مهام ديال مدير اقليمي وديال رئيس مصلحه ولكن بدون تعويض. فلهذا اليوم كنطالب وسائل الاعلام باش يوصلوا لنا الصوت ديالنا لوزاره التربيه الوطنيه، وتحيه نضاليه للجميع وكنشكركم جزيل الشكر وتحيه. ما تنسوش تابوناو فلاشين وتاكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.